صباح الخير مشاهدينا، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي على فيسبوك. معي أنا محاسن مرسل وزميلي المصور محمود الباشا. ما إن سرب إلى الإعلام الحديث عن مسودة مشروع قاضي بإعادة هيكلة القطاع المصرفي في لبنان، حتى هبت جمعية المصارف واستشرست بالدفاع عن القطاع، معتبرة بأن هذا يعني مشروع القانون لا يصلح بأن يكون هو المخرج أو الحل للخروج من الأزمة المصرفية الحالية في البلاد. وكما نعلم ومنذ 4 سنوات يعني، وطبعا هلا مع 24 تدخل الأزمة عام الخامس، كانت جمعية المصارف هي رأس حربة بنسف اولا خطه الانقاذ الحكومي من لازارت، مرورا ببقيه الخطط، خاصه انه هي ايضا عرقلت قانون الكابيتال كنترول بالاساس، كمان عرقلت قانون اعاده الانتظام للقطاع المالي وما يحتويه من قانون اعاده هيكله القطاع المصرفي في لبنان وقانون تحديد الفجوه الماليه. اليوم طبعا قامت بإعلان عن رسالة إلى رئيس الحكومة مفندة اعتراضها على مسودة هذا المشروع، معتبرة بأنه يحملها كامل المسؤولية. إضافة إلى ذلك هي اعترضت أيضا على الهيئة الخاصة التي ينشئها القانون، وهي هيئة تتألف من الحاكم ومن نائب الحاكم ومن قاضي ومن أعضاء من لجنة الرقابة على المصارف ومن مؤسسة ضمان الودائع، يعود لها تقييم من هي المصارف القابلة للحياة أو القابلة للاستمرارية. وطبعا هذا التقييم يعني يستند إلى عدة معايير: الملاءة، السيولة المتواجدة، القدرة على إيفاء أموال المودعين، إضافة إلى ضمانات أخرى. وعلى هذا الأساس يتم غربلة المصارف التي تبقى أو المصارف التي يتم تصفيتها، وهذا الأمر الذي اعترضت عليه كما قلت جمعية المصارف. أيضا اعترضت على نقطة بالأساس يعني هي تجنيب أو تحييد كلي للدولة أو المال العام المسؤولية، إذ أن المصارف اليوم تصر على نقطة بالأساس هي تحميل كامل الدولة المسؤولية من خلال إعادة أموال المودعين. وسمعنا الكثير من الحديث عن موضوع إنشاء قانون استرداد الودائع، أيضا يعني عندما كان الحديث عن تنقيب عن النفط في لبنان بأنه سيتم إنشاء صندوق توضع فيه هذه الأموال، صندوق سيادي طبعا على أن يتم استخدام فيما بعد هذه الأموال لإعادة أموال المودعين. إضافة إلى ذلك كان هنالك حديث عن خصخصة، بمعنى يعني غير مفهوم الخصخصة، يعني الخصخصة البحت هي إعطاء يعني الأموال العامة وضعها بتصرف المصارف وبعض من أعضاء الهيئات الاقتصادية ليقوموا بإعادة أموال المودعين، يعني بشكل أو بآخر سطوا على المال العام. إذا وقالت جمعية المصارف بأنها لن ترضى بهذا المشروع بمروره بشكل أو بآخر، وأنها ستلجأ إلى تسخير كامل طاقتها لنسفه في حال تم طبعا مناقشته في مجلس النواب. نحن بنذكر أنه من العام 2020 ولغاية اليوم كان هنالك يعني كتلة نيابية وازنة تتألف حتى من أعضاء لجنة المال النيابية وغيرها من النواب، يلي هن بشكل رأس حربة بالدفاع عن جمعية المصارف تحت مسميات عدة، نجحوا كما قلت بنسف العديد من الخطط الإنقاذية والإصلاحية. لذلك في يقول اليوم الحديث هو العودة إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بموضوع إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. بدي أشير لنقطة أيضا أنه اليوم في لبنان هنالك مشكلة أساسية متعلقة بقانون الكابيتال كنترول. ما سيحتوي هذا القانون؟ هل هنالك ضرورة للاستمرار في لصدور قانون الكابيتال كنترول؟ طب ماذا عن تحديد الفجوة المالية في لبنان؟ إلى اليوم يعني هنالك يعني غياب كلي للحديث عن هذه الفجوة. طبعا عندما نقول فجوة مالية نحن عم نحكي بشكل أساسي عن أموال المودعين، تقدر الفجوة بين 75 مليار دولار بحسب الخطط الإصلاح أو الإنقاذ اللي طرحت فيما سبق، ولكن تصل هذه الفجوة إلى قرابة 100 مليار دولار طبعا مع هدر واستنزاف ما تبقى من الأموال طيلة هذه السنوات. يعني نحن عم نحكي تقريبا هلأ بعد في من أموال المودعين قرابة 8 إلى 9 مليار دولار ما يعرف تحت مسمى التوظيفات الإلزامية لدى مصرف لبنان، لا حديث عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ويبدو أن القانون ذاهب إلى
يعني تعليق حتى درس هذه المسودة إلى اليوم، يعني تقريبا نحن هذا آخر شهر من السنة، ما في حديث أيضا عن قانون كابيتال كنترول ولا عن قانون تحديد فجوة مالية ولا عن خطة إنقاذية اقتصادية مالية نقدية محكمة بشكل أو بآخر. صوت بيروت انترناشونال سيكون لها قراءة قانونية مع أهل الاختصاص في هذا المجال تبعا مطلع الشهر المقبل، كما سيكون لنا جولة بكل الأحداث الاقتصادية التي حصلت خلال هذا العام. أنا بشكركم حسن المتابعة.